اوبتيكا.
هندسة تطلع بس يشتغل بموضوع العدسات، بموضوع الليزر، بموضوع الكتور، كل هاي الشغلات. طبعا عندنا هون لوحين قزاز. طبعا لوحين القزاز مش عاديات، هذول اللوحين معمولات من مادة اللي بتسمح تمرق الكترونات باتجاه معين، بتسمح تمرق بتاخذ الكترونات باتجاه معين. إذا أنا بطلع هون شايفين مصباح هسا؟ كل شيء مصباح 16 قدامي هون، أنا باخذ هاي وبلزها ب 90 درجة. وطالع شو في هون اقل لما شيء صار بدا مشي 90 درجه لهذا.